صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة عظيمة، تحفة عظيمة، أتحف الله تعالى بها هذه الأمة لما ترقيهم بها في مراقي الصعود في درجة القرب من الله تعالى. ذكر فخم، عبادة جزلة، أمر ربنا بها وذكر أنه سبحانه يفعلها. قال ربنا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، ومدح فاعلها، وذم تاركها، وذم من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأبه لذلك ولم يصلي عليه. من الأحاديث التي وردت في ذلك ما رواه الإمام أحمد والنسائي عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والسرور يرى في وجهه، فقلنا: يا رسول الله، والله إنا لنرى السرور في وجهك. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه أتاني ملك فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول: إنه لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه عشرا، ولا يسلم عليك أحد إلا سلمت عليه عشرا؟ صلى الله على رسول الله. ومن ذلك ما رأى الإمام أحمد وابن ماجه عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة صلت عليه الملائكة ما دام يصلي علي فليقل عبد من ذلك أو ليكثر، صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد والحاكم في مستدركه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوجه نحو صدقته، بستان له كان للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: فدخل فاستقبل القبلة فسجد، قال: فسجد سجدة حتى ظننت أن الله عز وجل قد قبض نفسه فيها، أطال السجود جدا. فلما خشي عبد الرحمن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قبض في سجدته تلك قال: فدنوت منه فجلست. النبي صلى الله عليه وسلم سمع الصوت فرفع رأسه فقال: من هذا؟ قلت: عبد الرحمن بن عوف. قال: ما شأنك؟ قلت: يا رسول الله، سجدت سجدة حتى خشيت أن الله قد قبض نفسك فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام أتاني فبشرني فقال: إن الله عز وجل يقول: إنه لا يصلي عليك أحد إلا صليت، من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت لله عز وجل شكرا. ومن ذلك أيضا ما رواه الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل ثلثاه قام فقال: أيها الناس، اذكروا الله، اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. فقال أبي: قلت: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ كم أجعل لك من صلاتي، أي من دعائي؟ هو أبي رضي الله عنه له ورد من الدعاء، ورد كأنه مثلا يجلس ساعة أو ساعتين كل يوم يدعو، فكم أجعل لك يا رسول الله من دعائي؟ هذا الساعتان كم أجعل فيها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم أجعل لك من صلاتي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شئت، اللي بغيتي. فقال: قلت: الربع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. فقال أبي: فالنصف. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. فقال له أبي: فالثلثين، يعني ويترك ثلثا لأغراضه وحوائجه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. فقال له أبي: أجعل لك صلاتي كلها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى صحبه. ومن ذلك ما رواه
الإمام أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي الله وسلم، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. ومن ذلك أيضا ما رواه الترمذي وما رواه أحمد عن أوس بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، يعني قد بليت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء صلوات الله عليهم. ومن ذلك ما رواه الترمذي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. ومن ذلك ما رواه أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب. والحديث في هذا المعنى كثيرة، الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن الأول كثيرة جدا. والحاصل أن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوثق العمد ومن أعظم الأسباب ومن أوطد الأركان لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازديادها ولكثرتها ولشغف الإنسان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك عقد من عقود الإيمان. محبته صلى الله عليه وسلم عقد من عقود الإيمان. الإنسان إذا أكثر من ذكر محبوبه واستحضاره في قلبه واستحضار محاسنه ازداد قلبه حبا له، وعظم شوقه إليه حتى يستولي على جميع قلبه فلا يعود ينساه أبدا. ولذلك قال شاعر من الشعراء يقولون: عجبت لمن يقول ذكرت حبي، هل ذكرت محبوبك؟ عجبت لمن يقول ذكرت حبي، وهل أنسى فأذكر من نسيت؟ ما لا يغيب عني ولا أنسى. قد نقل القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفاء عن ابن عطاء رحمه الله قال: للدعاء أركان وأجنحة وأوقات وأسباب، فإن وافق أركانه قوي، وإن وافق أجنحته طار في السماء، وإن وافق أوقاته فاز، وإن وافق أسبابه أنجح. فأركانه الرقة والاستكانة والخشوع وتعلق القلب بالله وقطع الأسباب، وأجنحته الصدق، وأوقاته الأسحار، وأسبابه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى الطبراني في معجمه الأوسط عن علي رضي الله عنه أنه قال: الدعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا لا يعرف بالرأي فله حكم الرفع. ومثل ذلك ما رواه الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: كل دعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. نعم.